خلافاً لكل التوقعات والتكهنات، مربع الكبار من الكأس الفضية مستوي رجاوي ملالي دكالي. قد يكون تواجد المتوج باللقب في هذا الدور ليس بالمفاجأة، رغم أن الأمتار الأولى من سباق البطولة الاحترافية لم تكن في مستوى التطلعات، لكن أن يعبر باقي الفرسان على حساب أندية كانت لها الأفضلية على الورق، فإن ذلك يؤكد بأن المفاجآت كانت العنوان الأبرز لكأس العرش. الرجاء البيضاوي ممثل الكرة الوطنية في مونديال الأندية كان مرشحاً قبل بداية التنافس للسير على خطى الموسم الماضي، لكن أداءه تراجع ونتائجه أيضاً خاصة في البطولة، وحتى في الكأس لم يقنع في بعض المباريات رغم الانتصار. توقيف حمزة برزوق وتعدد الإصابات بين لاعبيه واتهامات العميد السابق أمين الرباط للقلعة الخضراء بمحاولة التلاعب بنتائج بعض المباريات أثر على مردود الفريق الذي استرجع عافيته في الأسابيع الأخيرة بتألق القائد محسن متولي وعودة شمس الدين الشطيبي لهذه الشباك. الرجاء هزم في طريقه لمربع الكبار النهضة الصطاتية، الفتح الرباطي واتحاد مرا، ليضرب موعدا مع بدو زكي في نسخة طبق الأصل من نصف نهائي الموسم الماضي، لكن هذه المرة الحارس الدولي السابق سيقود القرش المستوي. النسر الأخضر المتوج باللقب في 7 مواسم سيفتقد في هذا اللقاء خدمات الثلاثي المصاب مروان زمامة وياسين الصالحي وراشد السليماني. الحال عند أولمبيك أسفي مختلف، فبدو زكي تمكن من تحقيق ما عجز عنه أسلافه. الفريق العبدي وصل لمربع الكبار للمرة الأولى في تاريخه بعدما ظل سابقا حبس الأدوار الأولى أو دور الربع كأبعد تقدير. الطريق إلى نصف النهائي كانت معبدة باستثناء المواجهة مع المغرب التطواني، حيث تغلب النادي المسيوي على كل من الراسينغ البيضاوي ووفاق بوزنيقة. رفاق رفيق عبد الصمد يعيشون على إيقاع النشوة بعدما أقصوا المتصدر الحالي للبطولة المغرب التطواني، وطموحهم الآن مواصلة إحراج الكبار وتأكيد الجدارة بالتأهل في انتظار تصحيح المسار بالبطولة الاحترافية. المفاجأة الكبرى في دور النصف كان بطلها رجاء بني ملال. فارس عين سردون الذي تنخره المشاكل أبى إلا أن يمنح أندية القسم الثاني حصة في هذا الدور في سيناريو شبيه بالحضور المشرف لجمعية تلا في نسخة الموسم الماضي. أشد المتفائلين من عشاق النادي الملالي ومدربه محمد الأشهبي لم يتوقعوا بلوغ الفريق للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، فالنادي العائد لتوه لدور المظاليم تطارده الأزمة المالية، ويلاحق بعض لاعبيه قضائيا بتهمة التلاعب في لقاء النادي القنيطري. كل هذا لم يقف في وجه طموحات رفاق جواد عزيز الذين أطاحوا في طريقهم لدور النصف أندية من قسم الكبار كالكوكب المراكشي والوداد الفاسي، بالإضافة للنادي القصري من قسم الهواة، واليوم الرهان القادم على بعد ساعات والخصم دكالي صعب المراس. الفارس الرابع في معركة النصف النهائي حن إلى الماضي. الدفاع الجديد الغائب عن الأدوار المتقدمة من الكأس الفضية منذ سنوات طوال عاد اليوم ليحجز مكانه في هذا الدور للمرة الرابعة في تاريخه. عبد الحق بن شيخة الربان الجديد لأبناء دكالا نجح في تحقيق ما عجزت عنه طائفة أخرى تعتبر من الكبار كجواد الميلاني وفتح جمال وجمال السلامي. قد يقول قائل بأن الحظ حلف رفاق زهير العروبي في الكأس، لكن هذا الكلام مردود عليها، فالخصوم كانوا من العيار الثقيل، فيكفي أن نقول بأنهم تغلبوا على النادي العسكري وصيف حامل اللقب وهزموا الوداد البيضاوي بقلب البيضاء. بل حتى في البطولة الاحترافية الفريق الدكالي بصم على بداية جد موفقة احتل بها المركز الثالث. عدم استصغار المنافس هو كلمة السر لبلوغ النهائي، هكذا قال بن شيخة الطامح لترك بصمته في تاريخ الكرة المغربية. طموحات مختلفة للفرسان في مربع الكبار، فالرجاء يطمح للاقتراب من اللقب الثامن، والثلاثي الآخر يرغب في دخول نادي المتوجين بالكأس الفضية وإن بشكل متفاوت، فخروج البعض باستثناء رجاء البيضاء من هذا الدور هو إنجاز في حد ذاته، لكن الأكيد هو أن سابقا كرويا مثيرا ستعيش على إيقاعه المدينة العلمية، فلمن ستكون الكلمة العليا يا ترى؟